وفي أسواق المعادن النفيسة شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا بنحو 1% إلى 2921 دولارا و23 سنتا للأوقية. أما على الصعيد المحلي عاد سعر الذهب في مصر للارتفاع مع حلول منتصف التعاملات بعدما فقد 10 جنيهات للجرام مع بداية التعاملات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 857 جنيها، في حين لما سعر 21 سعر وصل اليوم إلى 994 جنيها، وسجل عيار 24 سعر وصل اليوم إلى 1148 جنيها، وأخيرا وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 7952 جنيها.